أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر Human Rights Watch تقول إن بغداد تحرم آلاف الأطفال من التعليم. في الهيئة نت خلال أسبوع اعتقال 480 شخصاً بحملات حكومية في بغداد وبابل. في المدى قاض أمريكي يطالب بغداد بدفع 140 مليون دولار لمدير شركة قتل في العراق. في العربي الجديد الجيش اللبناني يفتح النار على ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة. في القدس العربي قوات الشرعية تسيطر على المطار وقصر المعاشيق والطرق الرئيسة. في العرب اللندنية إدارة ترامب تقول لن نعرض صفقة القرن قبل انتخابات الكنيست. وفي الشرق الأوسط قرار جونسون تعليق البرلمان البريطاني يغضب النواب. وبعد العناوين نذهب وإياكم إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال. وفي مطلعه شهدت معسكرات لميليشيا الحشد استهدافا بالقصف من قبل طائرات قالوا عنها مجهولة، وهي معلومة جدا كونها تعود للكيان الصهيوني الذي ألمح إلى أن طائراته هي من استهدفت تلك المعسكرات بالقصف، كونها تحتوي على أسلحة وصواريخ إيرانية. رافع الفلاحي يرى في موقع شبكة أخبار العراق أن المثير والمدهش هو تصريحات وبيانات العديد من الشخصيات القيادية الشيعية والميليشيات التابعة لإيران، والذي يتلخص في خشيتهم من قيام إسرائيل باستهداف المراقد الشيعية. الأمر الذي يعيدنا إلى الأسباب التي جعلتنا نستذكر تفجير قبة المرقدين العسكريين بسامراء في شهر شباط عام 2006، فالحديث عن هذه الخشية يأتي في ظل سخط شعبي شيعي بنحو خاص يزداد اتساعه وتعمقه، خاصة في الأوساط الشيعية العراقية، ولا سيما في جنوب العراق حيث مدن البصرة والناصرية والعمارة وغيرها. على الميليشيات التي تحملها مسؤولية زج العراق في صراع التنافس الأمريكي الإيراني وجعل العراقيين وقوداً له، إضافة إلى معرفة العراقيين بأن هذه الميليشيات قد استحوذت على كل شيء وهي تتعامل مع كل المواطنين العراقيين ومع كل السلطات العراقية على أنها فوق كل القوانين والسلطات والأعراف، وهي فعلياً تمتلك القدرات في الحصول على كل ما تريد من دون أن تستطيع أي قوة أو سلطة أخرى منعه عنها، وهي التي تولت قمع التظاهرات التي خرجت للمطالبة بتوفير الخدمات والوظائف واعتقال المتظاهرين وتصفية وتغييب العديد من الناشطين فيها، فضلاً عن الكره والسخط الذي يستحوذ على نفوس باقي العراقيين في بغداد ومدن غرب العراق وشرقه وشماله، الذين نالوا وينالون الكثير من الأعمال الإجرامية الطائفية لهذه الميليشيات الإيرانية. الكاتب يرى أن التصريحات بالخشية على المراقد الشيعية من القصف الإسرائيلي ما هي إلا محاولة مكشوفة للتمهيد والتسويق لخطة فعلية سوف يجري خلالها استهداف مرقد من المراقد الشيعية أو ربما أكثر من مرقد من قبل الميليشيات الشيعية الإيرانية، والادعاء أن هذه المراقد قد تعرضت للقصف الإسرائيلي أو الأمريكي. إلى مقال آخر، وفيه نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالاً للكاتبين عاموس يالدن وأري هيستين يتحدثان فيه عن الجبهات الجديدة في النزاع الإسرائيلي مع إيران بعد قيام الطيران الإسرائيلي بقصف معسكرات الحشد في العراق. ويقول الكاتبان في مقالهما إن إسرائيل تواجه تهديدات جديدة نابعة من العراق، ولأول مرة منذ تدميرها المفاعل النووي العراقي
عام 1981. يرى الكاتبان أنه من أجل فهم المنطق وراء الغارات الأخيرة، فمن الضروري النظر إليها من خلال منظور مواجهة إسرائيل لإيران ونشرها صواريخ في المنطقة. ويذكر الكاتبان أن إسرائيل تلاحظ تزويد إيران أسلحة متقدمة للجماعات الوكيلة لها مثل حزب الله وتلك التي في العراق والحرس الثوري في سوريا. ويقول الكاتبان أن إيران تحصل على منافع العمل في العراق أكثر من سوريا، أولاً لأنه بعيداً عنها، ولأنه لم يحدد بصفته منطقة رئيسة لنشاطات الجيش الإسرائيلي منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ولهذا تفترض إيران أن قدرات إسرائيل الاستخباراتية ليست قوية. أما الأمر الثاني، فإن إسرائيل استطاعت بناء سابقة لضرب أهداف في سوريا دون رد أبعد من الضربات الجوية، هذا لم يحدث في العراق، ومحاولة خلقه هناك معقدة ومحفوفة بالمخاطر. ويرى الكاتبان أن إسرائيل لا تستطيع رسم قواعد اللعبة في العراق مثلما فعلت في سوريا، فالمشهد هناك تعمل فيه سلسلة من الحركات المعادية بالإضافة إلى القوات الأمريكية والإيرانية. والأمر الثالث هو أن وجود القوات الأمريكية في العراق يمنح بديلاً للجماعات الشيعية التي تهدف للانتقام من العمليات الأخيرة، ما سيؤثر بالضرورة على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. ويختم الكاتبان مقالهما بالقول إن إسرائيل استطاعت التوصل لآلية نزع التوتر مع روسيا في سوريا، والأحرى القيام بهذه الآلية مع حليف أقرب إليها وهي الولايات المتحدة في العراق. وأخيراً عبرت إيران عن عدم رغبتها بالتصعيد في العراق خوفاً من توسع المواجهة. إلى مقال آخر، وفي مستهله، منذ أن غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003 صار الوضع السياسي هناك مفتوحاً على كل أنواع المفاجآت الرثة. فاروق يوسف يقول في صحيفة العرب اللندنية إن الطبقة السياسية في العراق هي عبارة عن تجميع من العاطلين والجهلة والفاشلين وقطاع الطرق ممن وجدوا في فوضى الاحتلال فرصة للقفز إلى المناصب الرئيسية وإقامة نظام محاصصة ضمن لهم الاستمرار في الحكم بحماية مزدوجة أمريكية وإيرانية. في ظل تلك الحماية لم يعد الحديث عن سياسة عراقية مستقلة إلا نوعا من السخرية من السياسة التي التهم الاهتمام بها الجزء الأكبر من حياة العراقيين، من غير أن يفلحوا في أن يصلوا إلى معناها الصحيح وقيمها الحقيقية، بحيث صارت مهنة لمن لا مهنة لها من رجال الدين وأفراد العصابات الدينية والجنود الهاربين من الخدمة العسكرية والباعة المتجولين ممن لم يخدموا في وظيفة حكومية من قبل. تلك المعطيات صنعت وضعاً غرائبياً فريداً من نوعه، فالمناصب الحكومية التي صارت تباع وتشترى لا يملك أصحابها ما يؤهلهم للقيام بدور سياسي هم في غنى عنه ما دام العراق الجديد واقعاً في قبضة الميليشيات التي صار زعماؤها يتصدرون المشهد السياسي. لقد أعفي سياسيو العراق الجديد من ممارسة السياسة واكتفوا بألقابهم وباعتبارهم زعماء الوضع القائم، وهو وضع لا ينبئ بأي إمكانية لقيام دولة في الوقت المنظور، كما أن أحداً من أولئك السياسيين لا يمكنه أن يقدم دليلاً واحداً على أن العراق يمكنه أن يستعيد شيئاً من بنيته كدولة مدنية ينعم مواطنوها بشيء من إنسانيتهم. ويضيف الكاتب أنه منذ أن أتيحت للفاسدين فرصة تهديم الاقتصاد العراقي لم يعد هناك اقتصاد عراقي حقيقي، وهو ما يمكن أن يفهم من خلال العودة إلى انسداد الأفق في الحياة السياسية. فالعراق الجديد هو متاهة تشعبت دروبها وليس هناك من أمل في خروجه منها، دائما ستكون هناك مفاجآت، غير أنها للأسف لن تكون سرة. الآن إلى المقال الرابع، وفيه
لم يمر العراق منذ تأسيسه عام 1921 بمثل ما يشهده الآن من تراجع وانهيار وكوارث وضعته في صدارة الدول الفاشلة التي تعاني من الفساد وهدر المال العام وانهيارات في التعليم والصحة والخدمات جراء فشل المشروع الأمريكي وطبقته السياسية. أحمد صبري يستعرض في مقاله بصحيفة الوطن العمانية إحصائية مفجعة وكارثية عن حال العراق رصدتها منظمة Human Rights Watch عن 14 من الأعوام الماضية. فيها من الإحصائيات التي تعكس حال العراق بعد السنوات العجاف التي مر بها. ما يقلق الحريصين على مستقبل العراق وأبنائه هجرة نحو 4 ملايين عراقي موزعين على 64 دولة في بقاع الأرض و4,100,000 نازح داخل العراق و1,700,000 منهم يعيشون في مخيمات مختلفة. وطبقا للإحصائية فإن أوضاع العراق خلفت 5,600,000 يتيم و2,000,000 أرملة. وفيما كان العراق خاليا من الأمية والتخلف التعليمي بشهادة اليونسكو في سبعينيات القرن الماضي، فإن 6 ملايين عراقي لا يجيدون القراءة والكتابة. وتصدرت البصرة وبغداد والنجف وواسط والأنبار هذه النسبة، فيما بلغت نسبة البطالة نحو 31%، لا سيما محافظات الأنبار والمثنى وديالى وبابل في الصدارة، تليها بغداد وكربلاء ونينوى. وعلى الرغم من أن العراق يتصدر الدول المنتجة للنفط، إلا أن نسبة أبنائه تحت خط الفقر بلغت 35%، فيما تصدرت بغداد وبعدها البصرة والنجف وديالى وبابل وواسط المحافظات بالتعاطي بالحشيش والمواد المخدرة، وقدرت نسبتها بنحو 6% من مجموع السكان. وقدرت منظمة Human Rights Watch عدد الأمراض التي تفتك بالعراقيين بنحو 39 مرضاً ووباءً، أبرزها الكوليرا وشلل الأطفال والكبد الفيروسي وارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية. الكاتب يختتم مقاله بقوله: هذا هو العراق الجديد الذي بشرت بقدومه إدارة بوش كنموذج للديمقراطية والرخاء، الذي تحول كابوسا وبلدا مستباحا تنخر جسده فيروسات الطائفية والفقر والتخلف ومنقوص السيادة، تتربع على سدته طبقة سياسية فشلت وأخفقت في شتى الميادين وتتحمل مسؤولية الأزمات والكوارث التي يمر بها العراق. الآن إلى المقال الخامس، وفيه بعد قرابة 3 أسابيع من سيطرة المقاتلين التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي على عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، تبدل مجرى الأحداث سريعا لصالح الحكومة الشرعية التي تمكنت من استعادة محافظة شبوة من ميليشيات النخبة الشبوانية، ثم أعلنت نهار أمس استعادتها السيطرة على مطار عدن وقصر المعاشيق والمديريات التابعة للمحافظة المحررة. هذا ما أشارت إليه صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها. بعد شكاوى مسؤولي الحكومة الشرعية قبل أسابيع عن عدم قدرتهم على التغلب على الحشد والعتاد ومئات العربات العسكرية التي داهمت عدن، انقلب الموقف فصار مسؤولو الانتقالي الجنوبي يتحدثون بالطريقة نفسها عن عدوان على أرض الجنوب بعتاد وأسلحة وتجهيزات وقوة بشرية هائلة. تظهر الانتصارات الأخيرة لمعسكر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انزيحات ضمن التحالفات اليمنية نفسها، فمعركتا السيطرة على شبوة وأبين وعدن شاركت فيهما قبائل محلية لمواجهة الثقل الكبير لقبائل يافع في المجلس الانتقالي، لكنها
تعني أيضا أن السعودية وضعت ثقلها المالية والعسكرية في التحرك، وذلك بعد أن نزع قادة الانتقالي ورقة التين الصغيرة وانقلبوا بشكل صريح على حليفهم السعودي وخلطوا أوراق المسألة اليمنية، بحيث صار الحوثيون والانفصاليون جنوبيون يعملون على تصفية الحكومة الشرعية وإضعاف نفوذ الرياض في اليمن. نجاح الرياض بمعالجة التمرد الانفصالي تم بهدوء ودهاء، حيث تحدثت وسائل الإعلام السعودية عن عمليات تمرد ضمن ميليشيات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية، وكذلك عن رسائل سرية موجهة إلى قيادات من هذه الميليشيات تطالبهم بحفظ الدماء والاستسلام للشرعية مقابل ضمانات بحفظ دورهم في المرحلة المقبلة. وبحسب الصحيفة، يعيد الانقلاب الأخير بشكل واضح ترتيب هرمية القيادة في الجغرافية اليمنية، واضعا الأولوية لمصالح السعودية وحلفائها اليمنيين على الأرض وأجندتها السياسية ضد إيران وحلفائها الحوثيين. وصلنا أعزائنا المشاهدين إلى المقال الأخير، وفيه يبدو أن ما كان يريده الساسة والعسكريون الروس من الهجمات أخيرا على آخر مناطق خفض التصعيد في سوريا قد تحقق بعضه، مع سيطرة ميليشيات النظام على قرى وبلدات عديدة أهمها خان شيخون في ريف إدلب الجنوبية، والسيطرة على أجزاء من الطريق بين حلب ودمشق. عمر كوش يقول في صحيفة العربي الجديد إن هذا الأمر يطرح أسئلة بشأن التفاهمات الروسية التركية عن المنطقة. التفاهمات الروسية التركية في الملف السوري ستختلف كثيراً في مرحلة ما بعد السيطرة على خان شيخون، إذ يطمح الروس إلى السيطرة على مناطق جديدة مستخدمين قوتهم العسكرية المفرطة لفرض ما يريدون وتثبيت واقع جديد بعيدا عن التفاهمات القديمة مع الأتراك. ومن اللافت أن الساسة الروس ما زالوا يرددون تمسكهم باتفاق سوتشي وبتفاهمات أستانا التي أبرموها مع الأتراك، وكذلك يفعل الساسة الأتراك. لكن توظيفات هذا التمسك مختلفة لدى كلا الطرفين، إذ يعتبر الروس أن نظراءهم الأتراك فشلوا في الوفاء بتعهداتهم، بينما الواقع أن الروس ومعهم ميليشيات النظام لم يحترموا يوما أي اتفاق أبرموه مع تركيا أو مع فصائل المعارضة، بل كانوا يتخذون من أي اتفاق غطاء للانفراد بمناطق المعارضة ومحاصرتها ثم قضمها وتهجير سكانها ومقاتليها قسريا، وهذا ما كانوا يرمون إليه من كل مسار أستانا وسوتشي وسواهما. وتأتي الهجمات الروسية الأسدية على مناطق ريفي حما الشمالي وإدلب الجنوبي ليس فقط لبسط النفوذ الروسي وتمدده وإعادة سيطرة نظام الأسد على تلك المناطق، بل أيضا ردا على تفاهمات تركيا مع الولايات المتحدة فيما يخص البدء بإنشاء منطقة آمنة في شرقي الفرات. ويضيف الكاتب إنه وإن كان هناك تداعيات على التفاهمات الروسية ما بعد سيطرة على مدينة خان شيخون، فهي لن تقتصر على إعادة رسم الخرائط على الأرض، بل ستمتد إلى العلاقات بين ساسة موسكو وساسة أنقرة في الملف الروسي. من المقالات ننتقل وإياكم إلى ما اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية بهذا الخبر، حيث حرمت أفعن سامة سكان مبنى في غرب ألمانيا، حرمتهم من العودة إلى مساكنهم لليوم الثالث على التوالي. ونقلت سلطات مدينة هيرنا في ولاية راينلاند بفاليتس عن خبراء زواحف القول إن الأفعى لا تزال على الأرجح في مكان ما داخل المبنى. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن سلطات المدينة تعتقد أن الأفعى تخص شاباً كان يحتفظ بنحو 20 أفعى سامة في شقته. وأوضح الخبراء أن الأفعى الهاربة هي كوبرا أحادية اللون وأنها شديدة السمية، وفي حالة عضت إنساناً يمكنها أن تقضي عليه في غضون دقائق. وكان أحد السكان قد شاهد الكوبرا
في مجمع الشقق، وفي أعقاب إبلاغ الشرطة جرى إجلاء كل سكان الشقق البالغ عددهم 30 شخصاً، وتم الإمساك بالعشرين أفعن المتبقية، وتقرر إلزام حائزهم بعدم الاحتفاظ بأي أفاعٍ مرة أخرى، وينفي الرجل أن تكون الأفعى الغائبة من حيواناته. إلى الخبر التالي، حيث كشفت دراسة بريطانية أن نسبة كبيرة من الأساليب العلاجية التي يقدمها الأطباء لا تكون فعالة كما هو مثبت، في الوقت الذي قد تحقق تجارب علاجية مثيرة للجدل الشفاء المطلوب. وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن الدراسة التي أجرتها المجلة الطبية البريطانية خلصت إلى أن 40% فقط من الوصفات التي يقدمها الأطباء فعالة، في حين 3% منها لا تجدي نفعاً أو تكون لها آثار سلبية، بينما 6% منها غير نافعة على الإطلاق. واللافت حسب الخبراء هو أن مدى فاعلية 50% من هذه العلاجات تبقى مجهولة، وبحسب الدراسة فإنه من هذا المنطلق فإنه لا مفر من العلاجات التجريبية، إذ أنقذت حياة الكثيرين، وفي الوقت نفسه فإن محاولات الأطباء إيجاد بعض الطرق لإنقاذ مرضاهم آتت ثمارها مرات عدة. إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، نتمنى لكم نهارا طيبا، دمتم بخير وإلى اللقاء.